ما يستقبل المؤمن به شهر رمضان المبارك. الأمر الأول في هذه الأيام يكثر سؤال الله تعالى أن يبلغه هذا الشهر الفضيل، وأيضا يسأل الله عز وجل أن يجعله ممن ييسر له الصيام والقيام، إذ كم من الناس يصاب بفواجع وبواقع وربما بموت وربما كذا في هذه الأيام، فلا يبلغ شهر رمضان. بل من الناس من يصلي التراويح لليلة الأولى من رمضان ثم لا يكون من الصائمين في النهار لما يقدر الله عليه من الموت، فيسأل الله الإنسان طول العمر وحسن العمل، وأيضا يحاول أن يكثر من الاستغفار ونحو ذلك، وأيضا يفرح بقدوم هذا الشهر ويجد فيه فرحة وابتهاجا وسرورا، ويجعل هذا الشهر مقياسا للسنة كاملة، لأن إذا صح للإنسان رمضانه صحت له سنته، كما لو أنه صح لو صحت له جمعته صح له أسبوعه. فشهر رمضان هو شهر لتصحيح المسار ولتقويم ما تعثر لدى الإنسان وما حصل عنده من خدش كثير في الجدول ونحو ذلك، إضافة إلى تنقية القلب وتطهيره. تنقية القلب وتطهيره من أمرين: الأمر الأول مما يحول بين الإنسان وبين ربه كالشرك والرياء والسمعة ونحو ذلك، فهذا الإنسان يتقيه ويجعل عباداته خالصة لله عز وجل. وأعظم ما يطهر به قلبه أن يطهر قلبه بالتوحيد، يطهر قلبه بالتوحيد وبالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وأيضا يطهر قلبه من أدران القلوب كالحسد والكبر ونحو ذلك والبغض وإرادة الشر للناس، فيطهر الإنسان قلبه من هذا، وليعلم أن كل شيء من الله إنما هو لكل إنسان بما يراه الله سبحانه وتعالى لا بما تراه أنت. ولذلك بعض الناس يقولون فلان ما يستاهل كذا فلان كذا، سبحان الله هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. ورب شخص يقول فلان أقل مني ذكاء، أقل مني عقلا، أقل مني كذا، أوفق في وظيفة أو وفق في زواج أو وفق في كذا، فهذه الأمور موازينها عند الله سبحانه وتعالى، هو الذي يقدرها ويصرفها كما يشاء سبحانه وتعالى. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أيضا مما يبدأ به الإنسان رمضانه ويحاول أن يكثر منه هو القرآن. شهر رمضان فدلت النصوص الكثيرة على أن أعظم ما يفعل في هذا الشهر قراءة القرآن. الله سبحانه وتعالى قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، وليلة القدر في رمضان، وقال الله أيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فدل ذلك على أن القرآن هو من أجل العبادات التي يحرص فيها على في شهر رمضان، كما أنه أيضا هو يتلو القرآن يحاول أن يجعل القرآن دليلا له على تصحيح مساره، فيكون صومه تتميما لشهادة أن لا إله إلا الله، يعلم أن الله هذا هو الذي أمره بهذا الصوم، فيصوم وفق ما يريده الله سبحانه وتعالى، وأيضا يجعل صومه تتميما لشهادة أن محمد رسول الله، فيصوم كما صام محمد صلى الله عليه وسلم. إضافة إلى أنه إذا صام فلتصوم جوارحه، فليس الصوم صوم البطن والأمعاء، وإنما الصوم دليل الدربة، قال لعلكم تتقون. هذه الحكمة من صيام رمضان. فالتقوى لا بد أن تتحقق التقوى في لسانك، أن تتحقق التقوى في قلبك، أن تتحقق التقوى في جنانك، في قلبك، في جوارحك. إذا صمت فلتصم جوارحك كلها. وهنا همسة أيضا مهمة وخصوصا للنساء: حفظ اللسان. حفظ اللسان، يا رب صائم وليس له من صومه إلا التعب والنصب، وهي صائمة تفري بلسانها في فلانة، فلانة قصيرة، فلانة غير جميلة، فلانة شعرها كذا، فلانة كذا، فلانة بنتها كذا. أو بعض الناس يصور لهم الشيطان تصويرا أيضا تأجيل الغيبة، وتقول خلينا صايمين إذا أفطرنا خير أو كذا أو كذا، ثم إذا أفطرت فرت بلسانها وسارت فيه على الناس بكذا بكذا بكذا. فلينبغي أن يجعل شهر رمضان شهر تدريب وكالدورة التدريبية، وكما يقول علماء النفس إن الإنسان إذا زاول شيئا 21 يوما أوشك أن يكون له عادة مستمرة، فلنخرج من رمضان ولنرتب رمضاننا فيه.
أيضا مما يوصى به المسلم في شهر رمضان، وهذا أمر غاية في التنبيه والأخذ به، أن الإنسان لا يدخل رمضان بانفعالية زائدة. يعني بعض الناس من أول يوم في رمضان يريد أن يختم القرآن كاملا، في اليوم الثاني هكذا، في اليوم الثالث، حتى إذا ما وصل للعشر الأواخر خارت قواه وانتهى نشاطه وذهبت همته، وذلك أنه أرهق نفسه من البداية. وإنما المفترض أن يكون العكس، في بدايات رمضان تدرج بنفسك، تدرج بنفسك شيئا فشيئا، اقرأ كل يوم 3 أجزاء، 4 أجزاء، الختمة الأولى خليها كل 3 أجزاء، الختمة الثانية خليها كل 4 أجزاء، الختمة الثالثة خليها كل يوم 5 أجزاء، وهكذا حتى تصل إلى العشر الأواخر، والنفس قد ارتاضت واعتادت وقويت ونشطت وتحمست وتحملت. فينبغي هكذا، فكل شيء لا تستطيع أن تبدأه بالثقيل، كما لو أن إنسانا دخل إلى صالة الرياضية لكمال الأجسام فقال سأحمل 100 كيلو من أول يوم، فإنه لن يستمر أكثر من أسبوع، ستخور قواه. فهكذا إضافة إلى الألم النفسي، لأن مفارقة المألوفات والحزم مع النفس في هذه الأمور ربما يولد أشياء ونتائج غير إيجابية، لكن يؤخذ بالتدريب شيئا فشيئا. أيضا مما يوصى به الصائم في رمضان هو الدعاء، أو الدعاء له مركزية عظيمة في شهر رمضان. تأملنا قول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فإن آية الدعاء وقعت بين آيات الصيام، قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ثم قال شهر رمضان، ثم قال وإذا سألك عبادي، ثم قال أحل لكم ليلة الصيام. فوقع الدعاء بين آيات الصيام وفي ثناياه، ليدل دلالة قوية وإشارة صريحة صادحة لائحة على أن للصوم مركزية عظيمة ينبغي أن لا يفرط فيها الصائم، ليكن له أعلى الحظ والنصيب. يدعو الله في كل سجود، يدعو الله في عند الإفطار، وقت السحر، وفي قيام الليل، في كذا في كذا، لا يخلو يومه من الدعاء. يسأل الله الهداية، ولا يكون همه في الدعاء فقط سؤال الله الماديات، أريد كذا، أريد سيارة، أريد هذا، طيب، لكن يجمع بين خير الدنيا والآخرة. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أسأل الله الثبات على الدين، فالناس تتخطف اليوم عن هذا الدين وكذا وكذا وكذا، وكثير من الناس ابتلوا بالبدع ونحو ذلك. أسأل الله الثبات على السنة، وألا يحرمك مجالس السنة ونحو ذلك. وأرضي في ذلك أيضا بسؤال الله الهداية لك ولنفسك ولأخواتك وأقاربك ونحو ذلك، ولأمة الإسلام، والدعاء لولاة الأمور بالخير والتوفيق والسداد والنجاح والفلاح ونحو ذلك. وأيضا من ما يوصى به الصائم في شهر رمضان، إن كان يحاول قدر الإمكان العطاء والجود والصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه ابن عباس كما في الصحيحين: كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فالرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، الريح إذا أتت فإنها تهب على الجميع. فكذلك كان جود النبي صلى الله عليه وسلم، كان جوادا، لكن في رمضان يزداد جوده ويتضاعف ويتعاظم. فالإنسان يحاول قدر الإمكان الصدقة للفقراء والمساكين، وآكد من تبدأن به الأقرباء، فإن العطاء للقريب بر وصلة، فيها أجران، فيها أجران. ومهما كان بينك وبين الأقارب من القطيعة، أو من بعض الحزازات النفسية، أو بعض الأمور التي لا تخلو منها بعض العوائل، مع ذلك اجعل هذه الصدقات وهذه الأعطيات نوعا مما يسيل هذه العداوات و يذهبها من النفوس ونحو ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل فيها خيرا عظيما ونفعا عميما. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المسلمات، إذا طبخت إحداكن مرقة فلتكثر ماءها ولتهدي لجارتها. فهذا يزيد الود في المجتمع ويجعل المجتمع متماسكا قويا. فلا تنسى المرأة الإهداء لجارتها شيء مما طبخته، ولتنظر إلى بعض الفقراء والمساكين إن لم يكن لها مال، فلتطبخ بعض الشيء وتدفعه إلى أبنائها، إلى إخوانها الصغار، يعطونه بعض الفقراء وبعض المارة على الطريق ونحو ذلك. فإن هذا فيه خير عظيم، فدلت النصوص على أن الصدقة أمر مركزي في شهر رمضان.
نسأل الله عز وجل أن يوفقنا في القول والعمل، وأن يجنبنا الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه بعض الملمحات السريعة لشهر رمضان، حببت أن أجعلها مقدمة بين يدي هذا الشرح، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بها القائل قبل السامع، إنه ولي ذلك والقادر عليه.